باقة ثاني الأشواط، الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان وشوط خاص بالإنتاج 24 اسم مشارك في هذا الشوط. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة ثاني أشواطنا، الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان، شوط الإنتاج. نبدأ ونتابع هذه الأسماء الحاضرة هنا على أرضية الميدان، نسير مع هذه الشعارات المتواجدة. مشاهدين الكرام، أبدأ بالبداية هناك والصدارة مع الشوط الأول الرئيسي، أتابع شاهين من يبدأ بالصدارة لعبد الله بن سالم بن فهد الملامقة الهاجري هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع الشامخ القادم مع ثاني المراكز حمد بن علي بن حمد بوصلعة القادم في هذه اللحظات مع ثاني التحديات، بينما أتابع هناك من الجانب الآخر يصل صايب أحمد بن محمد بن فهد الخاطر المتواجد مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء أتابع وصول من حشيم فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة القادم مع رابع المراكز، بينما أتابع خامس الأسماء هنا القدوم. مشاهدين الكرام، هنا مثير جابر بن مخيت بن ثويني الجربوعي مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا لمراكزنا الأولى المتقدمة في هذا الشوط الأول الشوط الرئيسي، ولكن العودة هناك مع شاهين. شاهين على البداية والصدارة مشاهدينا الكرام، ينطلق بشعار عبد الله بن سالم بن فاهد الملامقة الهاجري. من يبدأ بالبداية؟ من يتقدم على الصدارة في هذه اللحظات؟ بينما أتابع الشامخ، الشامخ قادم مع ثاني التحديات حمد بن علي بن حمد بوصلعة القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات وصول من شعار بن نايفة القادم مع ثالث المراكز حشيم. حشيم يصل بشعار فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة القادم مع ثالث التحديات، بينما أتابع وصول مع رابع المراكز يصل مثير جابر بن بخيت بن ثويني القادم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. اسم يتدخل هنا الباسل فارس بن علي بن حمد بن مبارك الفهيدي يتقدم مع خامس المراكز في هذه اللحظات. الله يا التحديات، الله يا الأسماء الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط، الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان الإنتاج. أعود مع منافسات البداية، أعود مع تحديات الصدارة، دائما هناك نتابع المسار، نتابع البداية. والشامخ، الشامخ هناك على أول المراكز بشعار ابو صلحة، من يغير على حساب الجميع، من ينطلق بالبداية؟ حمد بن علي بن حمد بو صلحة هناك مع البداية وانطلاقة الشامخ على أول المراكز، ولكن شعار بن نايفة الحاضر مع ثاني التحديات حشيم فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة القادم مع هذه التحديات مع ثاني المراكز، بينما أتابع الوصول وصل قادح وصل قادح جابر بن حمد بن جابر الغياثين القادم مع ثالث المراكز. قادح يصل في هذه اللحظات ووصول هناك من الباسل فارس بن علي بن حمد بن مبارك الفهيدي القادم مع رابع المراكز وخامس الأسماء، وصول من باهي سلمان بن ناصر بن سعيد العيد القادم مع هذه اللحظات مع خامس المراكز. الله يتحديات القادمة، ولكن الأمور هناك ما زالت على الصدارة مع الشامخ وبقيادة الشامخ. الله الله الله، الشامخ هناك بشعار بوصلعة يتقدم ينطلق بأداء ممتاز، ولكن الخطورة القادمة. وصل قادح، وصل قادح جابر بن حمد بن جابر الغياثين يغير في هذه اللحظات، ينطلق بالبداية هنا مع قادح مع هذه الانطلاقة مع هذا التحدي على البداية والصدارة. الله
اوه الله الله يا قادح، وانطلاقة في هذا الشوط، الشوط الرئيسي هنا مع هذه اللحظات مع هذه التحديات. ولكن بالنايفة، بالنايفة قادم هنا مع حشيم فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بالنايفة القادم مع ثاني المراكز، بينما أتابع الشامخ يصل مع ثالث المراكز حمد بن علي بن حمد بوصلعة يتقدم مع ثالث الأسماء، بينما أتابع رابع المراكز والقدوم هنا من الباسل فارس بن علي بن حمد بن مبارك الفهيدي، وخامسا شعار العيدة مع باهي سلمان بن ناصر بن سعيد العيدة. ولكن الأمور هناك على الصدارة، على الصدارة، على البداية. الله الله قادح 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 بشعاره، قادح مع الشوط الرئيسي ينطلق. مشاهدين الكرام جابر بن حمد بن جابر الغياثين المري مع أول المراكز مع التحديات الأولى، بدأنا بالاقتراب. الله 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 قادح على الصدارة مشاهدين الكرام، يغادر الجميع، ينطلق بناموس هذا الشوط بأداء ممتاز بانطلاق ذاتي مع الكيلو متر الأخير. الله يا قادح، قادح هناك على الصدارة جابر بن حمد بن جابر الغياثين المري هناك مع أول المراكز والانطلاق الأول، بينما أتابع الشامخ القادم مع ثاني المراكز حمد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة يتقدم في هذه اللحظات. وهناك شعار بالنايفة مع ثالث المراكز مع حشيم، ولكن الصدارة، الصدارة هناك، الصدارة والبداية مع هذا الانطلاق مع هذا التحدي. قادح، قادح بشعاره بأدائه الممتاز هناك على الصدارة جابر بن حمد بن جابر الغياثين المري هنا مع شوط الانتاج، مع الشوط الأول، الشوط الرئيسي مع قادح يغير وينطلق وينفرد. مشاهدين الكرام في هذه اللحظات عبر الكادر الأعلى لقناة الريان، قادح بدون أي توامر بدون أي تعليمات. مشاهدين الكرام مع الشوط الأول مع الشوط الرئيسي تهانينا والناموس من هذه اللحظات. ولكن أتابع القادم هناك وصول من الواعي بن سفران، ولكن قادح، قادح هنا قادح مع الصدارة مع الشوط الأول مع الشوط الرئيسي. جابر بن حمد بن جابر الغياثين المري هنا مع الانتصار مع التحدي مع الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإنتاج. تهانينا والناموس لمالك قادح جابر بن حمد بن جابر الغياثين المري ثاني المراكز. وصل الواعي محمد بن سعيد بن محمد بن علي بن سفران ثالث المراكز، الشامخ حمد بن علي بن حمد بوصلعة رابع المراكز، وصل بارود لمحمد بن حمد بن سالم بوشريدة وخامس المراكز، وصل صابر لسعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام، تابعنا الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان الإنتاج، وتابعنا قادح من استطاع أن ينتزع أول أشواط القعدان في هذا الصباح مهديا جابر بن حمد بن جابر الغياثين المري هذا الناموس وهذا الانتصار. هنا لحظات الوصول والتوقيت الزمني 7:39، 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن حمد بن جابر الغياثين المري ثاني المراكز، وصل الواعي ب7:41، 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن محمد بن علي بن سفران ثالث المراكز. كان الوصول من الشامخ 7:46، 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن علي بن حمد بوصلعة. هكذا كانت